السلام عليكم. أنا المباشر من أكوا ورقلة، أغنى ولاية في إفريقيا. كتشوف رامي عمو الله غالب سخانة رايسي كونت. هذا هو مشروع أكوا ورقلة، الحمد لله واحد دار فيه من خير، ربي يبارك فيه. في دواعي أمنية قالك ما تقولش اسمي، خلي الناس تعوم. الحمد لله ما نضيف ما حلو، على غالب الدراري ما لقاو شنو يروحوا واش بايدير، حاجر والقراية ما كانش وما عندنا والو. قالك ما تصورناش راه سكر هاك تشوفوا، حسبي الله ونعم الوكيل. هاك تشوفوا رامي عمو في وسط الرمل، الحمد لله المناعة كبيرة من ضرب. لا ما نصورك، شو بيك خايف تعوم؟ ما تخفتش تصور تخاف منه؟ ها على واش خايف؟ ان شاء الله هذا مستقبل المشروع، بحيرة ان شاء الله، ان شاء الله يصلح برك.